الشيخ الاشتغال بالحرص على الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة يجلبه ما قبل الصلاة، يجلبه ما قبل الصلاة. صلي وأنت تريد أن تقف بين يدي ربك، يعني تطلبها لا تفر منها، تطلبها لا تفر منها. صلي وقد أكملت الوضوء، صلي مستحضرا عظمة من تقف بين يديه. تجنب ظلم أي أحد قبل أن تصلي، حتى من تراهم في الطرقات، موقفك لسيارتك، دخولك المسجد. أنا لا أريد أن أطنب في هذه المواضيع، لكن والله أنك أحيانا يعني ما أتاك الله من علم، من دخلة بني آدم إلى المسجد تعرف أن هذا سيخشع أو لا، أو لا يخشع. من دخلته للمسجد يظهر إن كان هذا سيخشع أو لا، أو لا يخشع. والبعض الفضلاء قبل أن يصل إلى المسجد، من بيته إلى المسجد اختصم مع العشرات وآذى كل من لقيه، ثم يبحث عن خشوع لله بين يديه وهو قائم وقد فر جل وعلا به. والله إن البعض خشوعه منه لنعليه قبل أن يدخل المسجد. هذه بيوت الله، ادخلوها بانكسار حتى تحسن الوقوف بين يدي الله الواحد القهار. وقلت أنا لا أريد أن أجرح مشاعر في الحديث عن هذا الباب لأنه صعب. نعم.